ملي يدور الانسان فوق هالارض وهو يجري ورا هدف رئيسي واللي هو السعاده. صحيح حاول انه يوصله بطرق ووسائل متعدده، لكن تبقى السعاده هي الهدف الاول. واذا كان كنت تسمع فيها توا نعرفك باش يجيك سؤال في مخك واللي هو باهي، اذا كان العبد عنده هدف رئيسي هو السعاده، مال علاش 90% واكثريه البشريه قاعدين يدعيوا اللي هما تعساء؟ اليوم باش نحاولوا نجاوبوا حتى شويه على السؤال هذا. سؤال اما باش نجمو نجاوبو على هذا السؤال لازمنا ساعة نطفقو على معنى السعادة. ما هي السعادة؟ ويا صحابي ما عندكمش فكرة قديش صعيب باش انك تخرج تعريف واحد للسعادة، على خاطر السعادة بحر كامل ما نجمش نعرفهولكم في 3 أو 4 أسطرة. اذا قررت اني في بقعة ما نعرف لكم السعادة نعرف لكم ما هو ليس سعادة، مغالطات على السعادة، وكل ما هو فهم غلط على السعادة باش نحاولوا ان نخرجوه. كثير بالله كل الافكار اللي موجودة في الفيديو اللي تفرجوا فيها تو هي افكار شخصية ما نصورهاش اللي هي صحيحة 100% بالنسبة للعبيد الكل. اذا تفرجوا اذا كان عاونتك ما تنساش باش تحط سبسكرايب باش تحط لايك وتقولي في الكومنتس اذا كان عجبتك ولا thank you. والمغالطة رقم واحد هي بعنوان السعادة ليست عملية إشباع الرغبات. عربية قحة لنا نفوه بتوست. لا لماذا؟ واحدة من المغالطات اللي عشتها برشا قبل ومازلت نعيشها لليوم، وهي وقت اللي ما نفرقش ما بينات السعادة متاعي ما بينات كالنشوة كاللي نحسوها، عرفتها كالنشوة كاللي نحسوها بعد ما نشبع الرغبات متاعنا. من أشهر الفلسفات اللي تعمقوا في هذا التفكير هي الفلسفة الرواقية. والفلسفة الرواقية واللي هي باللونجلي تولي الستويسيزم تعرف الإنسان السعيد على أنه هو الإنسان اللي يختار بيديه أنه يمنع ويمتنع على كل الرغبات، أنه هو يختار الطريق الصعيب على خاطر يعرف أنه الطريق الصعيب هو اللي بشي قوي شخصيته وهو اللي بشي يخليه إنسان خير. أوكي. والترجمة هذه الفلسفة عن طريق العديد من النشاطات، واحدة منهم هي الصيام. فوقت اللي نصومه برغم اللي عنا كل شيء متوفر، لكن نحن نختاروا أن ما ناخذوا حتى ما نشربوا حتى رغبة من الرغبات متاعنا، لا ناكلوا لا نشربوا لا نتكيفوا لا نعملوا برشا حاجات أخرين، احنا اللي نختاروا. المغالطة رقم 2 وهي بعنوان السعادة ليست هدف يمكن تحقيقه. نعرف برشا عباد ورا ليكرون تو باش يوليو يقولوا من علاش نعملوا في هذا الكل؟ من علاش قاعدين نعيشوا؟ من علاش انا نعمل في الفيديو هذا؟ ولكن كمل اسمعني انتو تفهمني شنو نقصد. اللي حبيت نقوله هو انه السعادة ماهيش قمة نجموا نوصلوا لها ونقعدوا الفوق فيها. السعادة ما تتحققش بعد ما تشري كرهبة، السعادة ما تتحققش بعد ما تولي تخدم وعندك برشا فلوس، السعادة ما تتحققش بعد ما تعرس لله. ليه؟ السعادة نمط عيش، السعادة روتين، السعادة طريقة متاع حل مشاكل، لأنه السعادة لعبة ما توفاش. ونعرف اللي تيتر متاع الفيديو هذايا كيف تصبح سعيد في 8 دقائق. نكذب عليكم. بالنسبة لي أنا شخصياً ما تنجمش تكون سعيد وتولي سعيد في 8 دقائق. السعادة خدمة كاملة، السعادة تتخدم على حياة كاملة. يعني لازمك تبدل الأفكار متاعك باش تولي سعيد، لازمك تبدل الحاجات اللي تعملهم كل يوم. فإذا كان سمعت ولا إذا كان شفت فيديو باش يعطيك الأسرار 7 لتصبح سعيداً، فكر فيها مليح وكون متيقن لأنه ما فماش برشا أسرار. السعادة موجودة فينا سيديجا. إذا كان نحبوا نبدلوا رواحنا نجم تتبدل حياتنا. إذا كان نحبوا نخلقوا عالم مزيان عالم يفرحنا نجمه، لكن مش في 8 دقائق أو 10 دقائق. هي خدمة ما توفاش، هي خدمة لازمك أنت تختار أنك تعملها. وفما مقولة ما نعرفش من جات تقول اللي الفرحة ماهيش الهدف لكن الفرحة هي الطريق. وقت اللي نوليو فرحانين، وقت اللي نختموا على مخاخنا، وقتها تو الأهداف نتاعنا الكل تولي سهلة أنها تتحقق، وقتها تتولي الأهداف نتاعنا الكل بحدا يدينا. دونك النصيحة نتاعي ليك صاحبي، إذا كنت تحب تولي سعيد، هاو شي نتصورك اللي تنجم تعمل؟ لازمك تبدا تفرق ما بين السعادة وكالنشوة اللي الكلنا نعرفوها.
سنين ما عادش تربط السعادة متاعك بحتى هدف مادي، ما عادش تربط السعادة متاعك بالعرس ولا بالكربة ولا نعرف شنيا. السعادة خدمة لازمها تتخدم في المخ، والكلنا نجمو نخلطولها. Peace.